عمل الشيطان يمكن أن يكون بهذا الأثر فيحسبه الناس تصوف، بركة تصوف أو كرامات تصوف؟ وهذه هي نقطة المشكلة التي وقع فيها كثير من الناس وانخدعوا بها، ولكن المقياس الحقيقي الكتاب والسنة، كما قال سيد الطائفة الإمام الجنيد: علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة. ميزان، ما خرج عن القرآن وعن حديث الرسول لا نقبله، ولكن التصوف الحقيقي الذي يثمر هذا موجود في القرآن. كرامات الأولياء موجودة في القرآن، كرامات أهل الكهف، كرامات مريم لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولما جاءها المخاض وقال لها رب العزة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وهي في حالة المخاض، هل فيها قوة تهز النخلة؟ لكن ربط للأسباب بمسبباتها، فينزل الرطب، وكلي واشربي وقرع، فإما ترين إلى آخر الآيات. حتى إني نظمت بعض هذه الكرامات، وكرامة سيدنا عمر لما كان في المدينة والجيش في الشام، وكان العدو يكاد يأكل جيش المسلمين، فقال له: لز بالجبل الجبل، فسمعوه على المنبر يقول: قلت كلاما ما فهمناه، الجبل الجبل. قال: جيش الإسلام كاد العدو يهزمه، ولو لجأوا إلى الجبل سيحاربونه ويقدرون. وفعلا لما جاءوا قالوا: سمعنا صوت عمر ينطلق من المدينة إلى الشام، فلزنا بالجبل فانتصرنا. نظمتني ده في بيتين شعر، قلت إيه: فمن ذا ينكر النفحات هذه، ورب العرش أوضحها جلية، فتلكم نخلة في غير وقت، لمريم أثمرت ثمرا شهية، إله العرش قال لها وهزي، فأنزله لها رطبا جنية. ومن ينظر إلى الفاروق لما دعا الخل الوفي الأحوذية، يجدها صبغة ما كان فيها نزاع، بل يجد صدقا جليا، فقد نادى لسارية نداء، وكان طريق سارية قصية، فأسمعه النداء على ابتعاد كأنهما على جبل سوية. كرامات، الله الله، كرامات موجودة في القرآن. وعبادات أهل التصوف مارس الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مثيل بها أو أعظم، فهم يقتدون بالرسول وبالصحابة وبالسلوك المستقيم الذي جاء به الإسلام، لكن في وسطية واعتدال.